امبارح كان عندنا مع النجم الكبير كابتن عماد النحاس حلقه هامه جدا الحقيقه، امتدت لغايه الساعات الاولى من صباح الامس او صباح اليوم الحقيقه، قعدت لغايه الساعه 2 الصبح تقريبا. الحقيقه حلقه كانت ممتعه جدا والكل اشاد بالحلقه، وعماد الحقيقه اتكلم بمنتهى الاحترام كالعاده. ولكن كابتن علاء عبد الغني في احدى في انترفيو بنعمله مع كابتن علاء عبد الغني وكابتن والمهندس محمد عادل، فكابتن علاء عبد الغني قال مجموعه من المواقف اللي حصلت ما بينه وما بين الكابتن عماد، وحكى كده موقف على موضوع طيب، وقال ان حصل ان في احد المباريات الاهلي بيلعب الزمالك، فعلاء عبد الغني رايح لاحمد غانم سلطان بيقول له انت ما مسكتش ابو تريكه ليه؟ قال له بس اصبر شويه لغايه لما نشوف الطياره بتاعت ابو تريكه. احنا ذنبنا ايه؟ الموضوع بالنسبه لنا ايه؟ الموضوع بالنسبة لنا، أنا كنت جاي أتكلم مع كابتن عماد النحاس، مع إيه اللي حصل إن علاء عبد الغني اتكلم كلمتين في موقف من المواقف وشرح حاجة حصلت هو شايفها. بالمناسبة علاء عبد الغني لاعب في نادي الزمالك، علاء عبد الغني لاعب في نادي الزمالك، وواحد من اللاعبين المحترمين الكويسين اللي عمرنا ما سمعنا إن هو عمل مشكلة، عمرنا ما شفناه عمل مشكلة أثناء ما كان بيلعب بقوة وبرجولة حضراتكم فاكرين. فالحقيقه انا فوجئت النهارده طول النهار الناس عماله تقول لك ايه، طبعا من لا يشجع النادي الاهلي هو اللي بيعمل كده، او هو اللي عامل الموضوع ده، او بعض من لا يشجع النادي الاهلي، على طول عاطف بيلحقني البعض. بعض من لا يشجع النادي الاهلي عاملين قصه من لا قصه. قصه من لا قصه، حد بيحكي موقف ويا ريته كان بيلعب في الاهلي، هو ما بيلعبش في الاهلي بالمناسبه. يعني علاء ما بيلعبش في الاهلي في الوقت ده، علاء كان بيلعب في الزمالك. وقال موقف حصل ما بين اتنين لعيبه في الزمالك. احنا مالناش علاقه. طلع البعض وقال لك اصله اثاره يا جماعه اثاره فتن ايه؟ وانتوا ماسكين ليه للنادي الاهلي على كل شيء؟ كل كلمه بنقولها تلاقي كل واحد طلع يقول لك اصله بصوا اسلام قال كذا، فلان قال كذا، برنامج الخط احمر قال كذا، برنامج ملك وكتابه قال كذا، برنامج الاهلي الليله قال كذا. طيب يا جماعه احنا كل الموجودين هنا الحمد لله بيتكلموا بمنتهى الاحترام والادب على كل حاجه، من الممكن جدا ان ننتقد بعض الامور، ولكن بننتقد باسلوب النادي الاهلي وبطريقه النادي الاهلي وبرقي النادي الاهلي. هو ده اللي احنا دايما بنقوله، وهو ده اللي احنا دايما الخط اللي هنفضل ماشيين بيه. لكن حد عمل انترفيو في لقاء مدته 3 ساعات، عماد لقاء كان امبارح للي اتفرج على برنامج سهره معه، 3 ساعات عماد اتكلم في كل ما يخص كره القدم، في ذكرياته وماذا حدث في الاسماعيلي وماذا حدث في النادي الاهلي وماذا حدث في اسوان وماذا كل حاجه، اتكلم في كل حاجه. فعاملين انترفيو مع المشرف العام على كرة القدم في النادي المقاولين المهندس محمد عادل، وعاملين انترفيو مع كابتن علاء عبد الغني المدرب العام للنادي المقاولين العرب. علاء قال كلمتين ما يخصناش في حاجة. موقف حصل ما بينه كلاعب في نادي الزمالك وما بين لاعب آخر كابتن أحمد غانم سلطان، من الناس المحترمة جدا أحمد. فحاجة ما تخصناش، قال لك أصل بتعمل والموضوع وقناة الأهلي، مالها قناة الأهلي يا جماعة؟ مالها قناة الأهلي؟ هو عموما كل الأمور اللي بتحصل دي بتسعدني جدا 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 جدا، بتسعدني الأشياء كثيرة. أولها إن قد إيه إن برامج قناة النادي الأهلي، كل برامج قناة النادي الأهلي قد إيه هي مؤثرة، ومؤثرة بشكل كبير جدا على الجمهور المصري، كل جمهور النادي الأهلي ومن لا يشجع النادي الأهلي. ده بالنسبة لي شيء جيد جدا، أنا كراجل بشتغل في هذه القناة وفخور بأن أنا بشتغل في هذه القناة وسعيد أن أنا أشتغل في هذه القناة. كل مصر بتتفرج وكل مصر حاسة أن البرامج اللي في قناة النادي الأهلي، أنا ما بتكلمش على برنامج واحد، أنا بتكلم على قناة النادي الأهلي. قناة النادي الأهلي هي من القنوات المؤثرة، بدليل انترفيو اتعمل الكلمتين اللي قالهم علاء ما خدوش 3 4 5 دقايق. طيب خلينا نروح نشوف الكلمتين اللي قالهم كابتن علاء عبد الغني في موقف حصل بين لاعب في نادي الزمالك ولاعب اخر في نادي الزمالك، اتقال في وجود كابتن عماد النحاس امبارح في برنامج سهره معه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني احنا لعبنا 3 ورابع، فيمكن الجون ده لما جه بالظبط، يعني ابو تريكه راح نازل لتحت وكان احمد غانم ماسك القريب.
فالمهم ابو تريكه جاب الجون، كان له حركه شهيره كده انه بيعمل مروحه بايديه وبتاع. فبقول لاحمد غنم انت ما طلعتش عليه يا احمد، قال لي لا استنى بس كده ببص على المروحه اصل شكلها كويس. يمكن عماد عارف الموضوع ده يعني. اقول له عماد طبعا ربنا يوفقك، انت مدرب محترم، مدرب كبير، اتعاملت معاك يمكن كاصحاب بس ما اتعاملت اكتر وقربت منك اكتر. حسيت انت قد ايه مدرب، شخصيه كويسه وشخصيه محترمه وشخصيه طبيعية وتتحب طبعا، ولازم الحمد لله يعني الفتره اللي جايه نقف كلنا معاك لانك مدرب كبير ومدرب كويس. اتمنى ان شاء الله ان انا اشوفك حتى في منتخب مصر كرجل اول مش رجل تاني، ويمكن جات له بشكل كويس بس هي الفتره. ده كان كلام كابتن علاء عبد الغني، هو قال موقف حصل ما بين اتنين لعيبه في نادي الزمالك. قصه بقى من امبارح الساعة 2 لغاية النهاردة وأنا داخل القناة كل الناس عمالة تتكلم. أنا بشوف طبعا على السوشيال ميديا وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي بشوف قد إيه، بس زي ما قلت لحضراتكم ببقى سعيد جدا الحقيقة، لأن احنا دايما عندنا سياسة بنمشي عليها وهي الاحترام والرقي والأدب، عمرنا ما بنغلط في حد. امبارح أنا وجهت سؤال واضح للكابتن عماد النحاس، شوفوا رد عماد النحاس كان عامل إزاي. كابتن عماد النحاس امبارح بيرد لما بقول له انت متهم بالتفويت في مباريات النادي الاهلي مع المقاولين العرب، رد كابتن عماد النحاس رد راقي، رد محترم، قد ايه هو عند المسؤوليه اللي ملقاه عليه في وجوده كمدير فني لنادي كبير جدا اسمه نادي المقاولين العرب. وبالتالي الناس اتكلمت برضه في النقطه دي امبارح لغايه النهارده برضه طول النهار على السوشيال ميديا، حاجات غريبة جدا بتتقال وحاجات غريبة جدا. راجل اتكلم وشرح وجهة نظره بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب بدون الغلط في أي حد، على الرغم من كمية الكلام اللي اتقال عليه خلال الفترة اللي كانت مباراة الأهلي والمقاولين. ويمكن احنا طلعنا قلنا لحضراتكم هذا الكلام قبلها، قبل المباراة وقبل مباراة الإنتاج قلنا لكم برضو ان هيتقال كذا 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 كذا. فالحقيقة أنا بشوف دايما إن الحاجات دي لما بتحصل ببقى سعيد، ما ببقاش زعلان ومتضايق، خصوصا إن احنا ماشيين على نفس الإطار اللي القناة حطاه لنا، إن احنا نمشي في إطار إزاي تقدر ترد على كل الناس بمنتهى الاحترام والأدب والأخلاق. عمرنا ما هننساق لحد، عمرنا ما هننزل لمستوى حد، وأنا هنا أقصد أي حد يتكلم علينا أو أي حد يتكلم على النادي الأهلي، هو ده دورنا وده أسلوبنا، إحنا بنعلم أجيال، إحنا مش بنطلع نذيع أو على قد ما نقدر بنحاول إن إحنا نكون مش أنا اللي بعلم يعني، لكن اسم النادي الأهلي دائماً ما يعلم أجيال، اسم النادي الأهلي أول ما تقول الأهلي بتقول الرقي والاحترام والأدب والأخلاق والمبادئ والقيم وعائلة الأهلي. هو ده لما بتجيب اسم الأهلي، فكل الكلام ده إحنا على قد ما بنقدر بنحاول نطبقه. البعض بيبعت لي يقول لي انت في بعض الاحيان ما بتردش على اي اهانه او لا قدر الله اي حاجه بتحصل ضد النادي الاهلي. لا انا برد وبرد كويس جدا، ولكن برد باسم النادي الاهلي، ببقى دايما حاطط في دماغي وحاطط اسلوب لازم اتكلم بيه اسمه في الاخر. لما اجي اتكلم انا بشتغل في قناه النادي الاهلي وبتكلم وانا داخل قناه النادي الاهلي، فلازم ابقى عارف انا بتكلم ازاي ولازم ابقى عارف انا برد ازاي، لان في الاخر اسم النادي الاهلي على الشاشه امام حضراتكم كده بتلاقوا قناه النادي الاهلي، فما ينفعش الواحد يطلع يهلفط باي كلام ويقول اي كلام ويشتم ويجيب كلمه من هنا وكلمه من هنا. لا زي ما قلت لحضراتكم احنا بنمشي في السياسه اللي محطوطه بمنتهى الرقي وبمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام، وبننتقد وبننتقد باسلوب حاد جدا ولكنه او جريء جدا ولكنه محترم جدا. هو ده الاسلوب اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. عمركم شفتوا النادي الاهلي دخل في معركه كلاميه مع حد خلال الفتره اللي فاتت؟ انا جيت هنا في شهر يناير، اول شهر يناير 4/1/2019، فتره كانت صعبه جدا لغايه دلوقتي، هي فتره صعبه جدا وفيها حاجات كتيره جدا حصلت وفيها اشياء كتيره جدا، لكن عمرنا غلطنا؟ حد مسك على حد في قناه النادي الاهلي حاجه غلط؟ لا. ليه لا؟ لان كلنا، وانا ما بتكلمش هنا عن نفسي فقط، انا بتكلم عننا كلنا،